نرجع تاني مع بعض، وبينضم لنا طبعا النجم الكبير كابتن حماده عبد اللطيف، يعني نشوف رايه بقى في منتخب مصر وصعودنا النهارده لدور ال 16 وتوقعاته لما هو قادم بالنسبه لمنتخب مصر وبطوله افريقيا بشكل عام. كابتن حماده منور. منور يا كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. الله يخليك كابتن حماده، اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير الحمد لله. كله تمام؟ كله كويس الحمد يعني لله. يعني طبعا بنقول مبروك لصعودنا، رغم اللي احنا من جوانا كمصريين انت عارف بنحب الاداء الحلو، بنحب النتائج، لكن يعني حققنا برضو هدف اللي احنا صعدنا لدور ال 16. يمكن كان معايا من شويه كابتن ايمن يونس قال لي الحظ لعب دور كبير طبعا مع منتخب مصر في صعودنا لدور ال 16. طب احنا لازم نقول مبروك طبعا صعود منتخب مصر، بس زي ما انت بتقول بنقولها واحنا مش مبسوطين، او احنا مبسوطين عشان الشعب المصري هينام النهارده مبسوط، ودايما اكن مكتوب علينا يا كريم اللي انت دايما لغايه اخر دقيقه مستني نتائج ماتشات، مستني موزمبيق عملت ايه مع غانا، مستني هنكسب. احنا ما خدناش البطوله من الاول، من اول ماتش هو اثر علينا، ماتش موزمبيق يعتبر هو كان من اسهل الفرق، فكان ممكن تكسب فمفيش مشكله، تعادلت مع غانا وارد، مع ان غانا برضك مستواها مش نفس المستوى بتاع غانا زمان، بس انت برضك عندك اخطاء متكرره. انت متكلم عن منتخب مصر في 3 ماتشات يدخل فيك 6 اهداف، في عندك عيب في خط الدفاع وعندك عيب في خط الوسط او التمركز. فازاي انت مثلا مستر فيتوريا، انت راجل مثلا مدير فني عالي المستوى، طب انت مش قادر تعالج هذا العيب؟ يعني كل ماتش هدفين، يعني كل ما بيخش فيك هدفين، لا يبقى انت في عندك انت مشكله مش عند اللعيبه. انا ممكن اغير الطريقه نفسها، وانا يعني امبارح مثلا امبارح كنت بحلل الماتش بالليل عندنا في قناه الزمالك، واتكلمت قلت لا مش عيب ان المدير الفني يغير طريقه اللعب اللي تناسب مع امكانيات اللعيبه بتاعته. انا من وجهه نظري الشخصيه لازم تلعب 3 مدافعين ورا كريم فلات، يعني هقول بالاسماء لانه دايما بتلعب الاحسن او الافضل. 3 فلات يعني لا نغير الطريق، هتغير الطريق لازم. 3-4-3 بقى، 3-4-3 لازم. هتلعب ياسر ابراهيم، حجازي، محمد عبد المنعم، الثلاثة ماشيين كويس وفي تفاهم بين ياسر ابراهيم، كان عامل ماتشات كويسة هو محمد عبد المنعم، وهتلعب وهتلعب 4 في نص الملعب. في لعيبة لازم تبقى موجودة، واحنا وانا يمكن اتكلمت في اكتر من استوديو قبل كده، اتكلمت على وجود امام عاشور، اتكلمت على وجود مروان عطية. الاثنين دول طالما كويسين ما يقعدوش، شفت النهارده بيأدوا، مروان عطيه عامل ماتش كويس، امام الماتش اللي فات الشوط الثاني عامل ماتش كويس. عندك لعيب زي تريزيجيه بتقعده احتياطي ليه؟ لعيب ماشي كويس وبيأدي وبيسجل اهداف وسريع وعنده مراوغات كويسه، ليه يقعد؟ فعندك ثوابت ما تتغيرش، فلازم تغيير الطريقه مهم، لان لما يكون عندي خطأ والخطأ ده متكرر وانا مش بعالجه، لا يبقى العيب فيا انا كمدير فني، لكن اقدر اعدل الطريقه، اقدر مفيش مشكله تعدل الطريقه وتلعب 3-4-3، عندك مصطفى محمد فورمه كويسه، عندك زيزو، عندك مصطفى فتحي، عندك لعيبه، بس المهم الطريقه التوليفه اللي انت تقدر تبدا بيها، مش معقول اكون شايف كل العيوب دي وبرضك مصمم على طريقه واحده، لا. دلوقتي معظم المنتخبات الافريقيه بتمتاز بالسرعه يا كريم، يعني في فرق سرعات جامد، فلازم على الاقل يبقى حجازي مامنك، يعني هيبقى مثلا عندك محمد عبد المنعم طرف يمين، ياسر ابراهيم طرف شمال، وحجازي زي الليبرو، مش عيب اللي انت تشوف الطريقه اللي تناسبك ايه، عندك باك يمين، باك شمال، لازم يبقى عندك هتلاعب باك يمين عنده نواحي هجوميه عاليه، يبقى الباك الشمال ان واحد الهجوميه تبقى اقل شويه. يعني مثلا نعمل توازن، يعني عشان مش الاثنين طايرين. ما يبقاش طايرين برضك عشان يبقى عندك ايه تمركز. رغم ان انت عندك 3 ورا. ما عندك بس برضك لازم يبقى عندك تامين، لان انت ما انت كل ماتش بيخش فيك هدفين. بعدين الماتشات مثلا الماتشات الجايه بيخرجوا المغلوب، طب انت كان عندك فرصه اول ماتش موزمبيق، طب اتعادلت، جيت بعد كده غانا اتعادلنا، يعني كان عندك فرص، جيت ماتش النهارده لولا موزمبيق. نتكلم بصراحه يعني الطريقه حضرتك بتقول فيها يعني بتقول عليها اللي احنا كنا بنلعبها ايام كابتن حسن شحاته، كابتن حسن وكانت بتبقى 3-5-2 و3-4. كنت بتحط حتى لو ما كانش ليبرو متاخر، كان ساعات بيحط ليبرو قدام الاثنين مساكين زي هاني سعيد زمان، وكان بيطلع بيطلع مثلا بيبني الهجمه ويرجع تاني. حتى كنت بساله في القصه دي قال لي يا كريم ان بالفطره الافارقه اسرع واقوى مننا كاجسام وكسرعه، فلازم انا اضيق المساحات، ما ادهمش مساحات في الحته بتاعت الخطوره اللي عندي في خط الدفاع، عشان انت عندك بطء. يعني عندك بطء زي ما انت بتقول، هم لعيبه سرعه، فيبقى انا لازم خط الدفاع ده يبقى متامن بليبرو، مش عيب العب بطريقه اللي انا تكسبني. ما انت بتلعب مثلا 3 ماتشات ومش عارف تكسب ماتش، وبيخش فيك كل ماتش هدفين، لا يبقى العيب فيك انت،
لعيب في الطريقه، يبقى انت لازم المدير الفني ده يبقى عنده نوع من الابتكار، يعني يبتكر. النهارده مثلا كنت اتمنى ان هو يلعب بالبدايه لو عمل تشكيل كويس. خلينا برضو النهارده نشيد بالتشكيل اللي عمله يعني. أيوة. والتغييرات النهارده برضو تغيير تريزيجيه منازل، كنت انا توقعت بين الشوطين قلت لازم تريزيجيه ينزل ويبقى حمدي فتحي ممكن مثلا، وفرق تريزيجيه لما نزل وكان من نجوم المباراه، ومصطفى فتحي نزل في الاخر شويه، وزيزو عندك لعيبه، بس ايه كله معتمد على المهاره. يعني ما تلاقيش جمله، ما تلاقيش نظام في الملعب، يعني جمله تكتيكيه بتتعمل، كله حاجه فردي. قدرات اللعيبه، قدرات اللعيبه. تريزيجيه عنده سرعات، زيزو بيعمل عرضيات كويسه، امام عاشور ومروان عطيه في نص الملعب عندهم تمركز كويس وبيصوبوا كويس وبيسددوا على المرمى. مصطفى محمد طبعا مهاجم كبير يعني، مرموش، بس كله فردي ومرموش. فلازم اللعيبه دي تنصهر في اللعب الجماعي. بس اهم حاجه عشان تكسب لازم تدافع كويس عشان ما يخش فيك اهداف. ايوه دي اول حاجه، عشان للمكسب دفاعك كويس، انضباطك في نص الملعب كويس. هتعتمد على اللعيبه المهاريه اللي عندك اللي تقدر تساعدك. طالما ما فيش جمله، انا مش شايف جمله جماعيه بتتعمل او تكتيك بتعمل كله. مثلا مصطفى محمد بيعتمد على نفسه، مثلا تريزيجيه بيعتمد على سرعاته، مثلا زيزو والعرضيات بتاعته، ما فيش حاجه جديده. طب انا جايب مدير فني وبياخد فلوس كتير وما بيعملش حاجه، لا، يبقى لازم حتى المساعدين اللي معاه لازم يتكلموا. الطريقه دي ما تناسبش منتخب مصر والقادم هيبقى اصعب. يعني ايه؟ ممكن الحظ يبتسم لك مره لكن مش هيديك على طول. ايوه، وحد كان يتخيل النهارده ان موزمبيق في الوقت الضايع تتعادل مع غانا مثلا، كانت الامور هتبقى صعبه. فلازم يحلل الموقف، انا وحش ليه؟ وما ببقى كويس ببقى كويس ليه؟ فما وحش لازم اصلح الاخطاء والعيوب اللي عندي. والعيوب، العيوب واضحه، مش احنا كمحللين بنتكلم فيها، اي حد في الشارع المصري مواطن مصري هيقول لك خط الدفاع طبعا مش واقف على حيله، التمركز بتاع نص الملعب يمكن اتظبط شويه برده لما نزل مروان عطيه ظبط النهارده وامام عاشور. رايك ايه في عدم البدء بالنني زي الماتشين اللي فاتوا؟ بص، النني لعيب كويس، خلي بالك، بس هو دايما النني بيتظلم، لان النني هو لعيب رقم 8 مش لعيب رقم 6. دايما بيلعب في 6، النني بقاله سنه ما بيلعبش. لكن انا لما تيجي تقول لي هتقارن بين النني ومروان عطيه مين احسن، هقول لك لا، استفاد بمروان عطيه، استفاد بامام عاشور. النني لعيب مميز كده، بس برضه ما تنساش انه بقاله سنه ما بيلعبش، كان عنده اصابه لكن طبعا لعيب وده المنتخب. لكن دلوقتي ده وقت مروان عطيه وامام عاشور في نص الملعب، قوه والسرعه والسن الصغير والشراسه في نص الملعب، والاثنين بيدافعوا، يعني بيدافعوا كويس. يعني امام بيدافع ومروان بيدافع، مثلا مروان بيتمركز كويس وامام بينطلق بيبقى رقم 8 وبيروح مثلا بيعمل 1 2 بيشوط. يعني عندك اثنين بتوع نص الملعب مختلفين، ده ليه دور وده ليه دور، بس بيمتازوا هما الاثنين ان هما بيدافعوا كويس. فدي مطلوبه لما بتلعب منتخبات كبيره، احنا لسه ما دخلناش في الجد. ايوه، مش عارفين ممكن هنقابل كونغو ولا مين. فلازم طريقه اللعب، هو في احتمالات كتير، بس اقرب احتمال كونغو. كونغو هتلعب تنزانيا، فلو كونغو كسبت هتبقى 5 نقط. والمغرب هتلعب زامبيا، المغرب زامبيا المتوقع المغرب تكسب، لا فيش حاجه متوقعه الا بقى لو المغرب اتعادلت. انت عارف في احتمال احنا ممكن نلعب المغرب لو المغرب اتعادلت مع زامبيا بقت 5، وكونغو تكسب تنزانيا، بس لازم تكسب فارق 3 اهداف طبعا عشان تعدي نسبه الاهداف بتاعت المغرب. طبعا اتمنى ساعتها بقى نلعب المغرب يبقوا تاني المجموعه السادسه. اتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المغربي. ايوه، لانه طبعا شرفنا في كاس العالم وبدا بدايه قويه، مش عايزين نصطدم ببعض مش يعني عايزين مبكرا. لان اللي عاجبني في المنتخب المغربي ايه؟ واخد الامور بجديه كريم من اول ماتش. هو نسي ان هو ربع العالم. أيوة. نسيها خلاص، ده بقى ماضي، ماضي وتاريخ، ماضي وتاريخ حلو. بس هو بيفكر دايما في الحاضر عشان بعد كده يخطط للمستقبل يعمل ايه. لكن انا هخش بقى اللي انا رابع العالم وكده، ممكن يبقى في نوع من الدلع شويه من الاستهتار. لكن هم واخدين الامور بجديه، وده عاجبني. أيوة. في المنتخب المغربي طبعا اللي هو شرفنا في كاس العالم، فاتمنى التوفيق ليهم طبعا، واحنا اتمنى طبعا التوفيق لينا. بس دايما عشان تكسب في عناصر مهمه للمكسب، ولما بتخسر في اسباب بتؤدي الى خسارتك. المباريات في امكانيات لعيبه، طبعا امكانيات لعيبه عاليه، احنا ما قابلناش لسه المستوى ده، فاحنا بندي جرس انذار من دلوقتي لعل حد يسمعنا. يعني مثلا طريقه اللعب لازم تتغير، في لعيبه ما تجيش ناحيتها، في لعيبه دول طيب حضرتك اتكلمت معايا
في الثلاثه اللي ورا الاثنين اللي هم الباكين على اليمين والشمال. بس عايزك تقول لي اسماء. انت قلت لي حجازي وياسر وعبد المنعم واثنين ديفندرين مروان وامام وامام مش حمدي فتحي مش حمدي فتحي تمام مع ان حمدي لعيب كويس امام عنده الناحيه الهجوميه برضه كويسه اعلى شويه تمام الباكين اللي على الاطراف الباكين اللي على الاطراف معلش انا بعتذر عشان عندي برد بس في صدري فالدنيا بايظه شويه. انا من وجهه نظري الشخصيه يعني اخلي زيزو ناحيه اليمين واخلي الناحيه الثانيه اللي على الشمال محمد حمدي. زيزو يقدر يقوم زيزو يلعب كنص ملعب نص بس ملعب ناحيه اليمين اللي هو الرابع بتاعه واخلي محمد حمدي عشان بيدافع برده كويس الشمال. ناحيه الشمال عندك طبعا تريزيجيه قلنا مفيش تقدرش بس تستغناش عنه ماشي كويس وبيجيب اهداف مصطفى محمد عندك مرموش مش هيقدر يلعب ناحيه اليمين فليه ما استفادش من مصطفى فتحي يعني قعد مرموش وغلط شويه وتلعب تريزيجيه ومصطفى تريزيجيه محمد ممكن مصطفى فتحي او ممكن مثلا ممكن يبقى عمر كملعب واحد واخلي زيزو مكان مصطفى فتحي يعني زيزو من قدام وعمر في وعمر باك رايت وعمر برضك من تحت شويه فدي اعتقد دي طريقته بقى ايه مناسبه. ثلاث مدافعين اقوياء اثنين عندهم في نص الملعب لعيبه كوره يعني مروان عطيه بصير كويس امام طبعا لعيب مميز امام فهتمتلك نص ملعب كويس من الاطراف هيبقى عندك طرف ناحيه اليمين مثلا بيهاجم من الناحيه الثانيه محمد حمدي بيامن عندك مصطفى محمد مهاجم ثابت تريزيجيه ماشي كويس فلا ياخد الماتشات من الاول يعني مش شرط اللي اقول لا انزله الشوط الثاني الشوط الثاني بيبقى كويس ما انت ممكن ما تكونش كويس ما تخليه يبدا من البدايه وناحيه اليمين في زيزو موجود في مصطفى فتحي موجود وعندك اوراق ثانيه تقدر تستخدمها بقى النهارده كهربا ننزل النهارده كسبت عايز تامن عندك النني موجود عندك حمدي فتحي موجود يعني عندك في يعني في قماشه وفي لعيبه في قماشه بس هو لازم ايه يستفيد بيها او يوظفها كويس لازم يكون مستر فيتوريا يكون مقتنع ان هو غلطان وبيخطأ في التشكيل وبيخطأ في طريقة اللعب عشان يقدر يصلح بعد كده من طريقة اللعب ومن التشكيل لأن النهاردة احنا ربنا كرمنا قلت لك من البداية عشان خاطر هو بدأ يستجيب ان كان الناس كلها بتطالب ان مروان عطية يلعب ديفندر مروان وإمام وإمام كنا بنطالب لأن إمام ما لعبش أول ماتش في ماتش لعب نزل الشوط الثاني كده ما كانش برضك ثابت ازاي فلازم يستجيب وسرعة التلبية بقى ولازم يدرب اللعيبة على طريقة اللعب. أنت بتقابل منتخبات قوية عندهم صراعات زي ما انت قلت يا كريم وزي ما أيمن يونس كان بيتكلم وانا بيعجبني كلام أيمن قال السرعات دي لازم يبقى عندك خط دفاع قوي ومتماسك ما يبقاش عندك ثغرات. انت في البطولة دي اكتر من هدف انفرادات من جوه منطقة الجزاء أيوة صح. ما ينفعش كده فالعيب موجود مستر بيتوريا هو الناس بتقول لك العيوب كذا فلازم تصلح لما هو قادم لكن هتستمر على هذا مثلا التشكيل او هذا المستوى او اللي انت مش عايز تلعب بثلاثة مثلا ورا مش عايز تامن باثنين في نص الملعب اكيد هتخسر كره القدم مش عافيه كره القدم كره ما هتكون كويس هتكسب مش كويس ومش منضبط مش هتكسب. طيب هنطلع فاصل مع كابتن حماده عبد اللطيف ونرجع نكمل تاني ونساله برضو في الماتشات كلها بالنسبه لبطوله افريقيا توقعاته الماتشات بكره المجموعة الثالثة والرابعة الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة والرابعة ونسأله كمان في الآخر شوية كده عن الزمالك وموضوع المدرب الأجنبي وكابتن معتمد جمال يعني ناخد كابتن حمادة كده في بعض الأسئلة بعد الفاصل إن شاء الله. نرجع تاني مع نجمنا الكابتن حماده عبد اللطيف وبنكمل كلامنا عن منتخب مصر وعن ماتشات بكره ان شاء الله المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه الجوله الحاسمه والجوله الثالثه اللي هتحدد مين اللي هيصعد من المجموعه الثالثه والرابعه الى دور ال 16. كابتن حماده عايز بس قبل ما نسيب منتخب مصر اسالك عن محمد صلاح والنهارده منتخب مصر في غياب اداء منتخب مصر في غياب محمد صلاح شايف الموضوع ازاي وطبعا الفتره الجايه محمد صلاح لسه متعور فمش هيلحق الماتشين اللي جايين يعني ممكن دور ال 16 ودور الثمانية. بص محمد صلاح طبعا نجم كبير نجم عالمي معرض يبقى موفق في ماتشات ومش موفق في ماتشات لكن انا الهجوم اللي بيحصل من بعض الناس عليه انا متضايق يعني راجل نجم ومشرفنا معرض يبقى كويس ان هو مستواه كويس وممكن ما يبقاش كويس ده طبيعه لعيبه كره القدم في العالم كده ميسي ما كان بيبقى ماتشات وحش ومارادونا وي وي فبلاش نقص على محمد صلاح لانه حاجه حلوه بالنسبه لنا وحاجه مشرفنا يكفي ان كل الناس ماتشات ليفربول تلاقي الشعب المصري كله راح يتفرج فنهدى
انا بتكلم عن منتخب مصر، اسم منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح. محمد صلاح لعيب كبير على عيني وعلى راسي، لكن هو لعيب ضمن منتخب مصر. ايوه. لكن حته نكسب او ما نكسبش، الناس تقول عشان ما لعبش، ناس تقول لك ما لعبش وكسبنا، لا يا جماعه، ده اسمه محمد صلاح، ده حاجه كبيره قوي ولازم ندعمه، لازم نقف جنبه. نجم كبير. لكن احنا النهارده ما انت ما كسبتش ولا ماتش. معلش يعني. محمد صلاح لعب اول ماتش ايام ماتش موزمبيق، ما كانش موفق، تاني ماتش اتصاب. عاديه، امور عاديه بتحصل لعيبه الكوره. لكن يبقى محمد صلاح طبعا نجم كبير جدا ونجم عالمي. ايوه. لكن احنا النهارده يعني ادائنا مش الاداء العالي قوي يعني فاهم ازاي؟ اتمنى الاداء بعد كده يا كريم زي ما اتكلمنا في البدايه يتحسن، لان احنا اسمنا منتخب مصر وليس منتخب اشخاص وليس منتخب فلان او علان او كده. انا عايز الجماعيه. انت اللعيب بيبقى نجم من خلال الجماعيه في الاداء، عنده مهاره، عنده فرديه، عنده سرعات، لكن في الاخر النهارده مين اللي تعادل؟ منتخب مصر. طيب اداء منتخب مصر في الثلاث ماتشات يدعوك للتفاؤل في الفتره اللي جايه في الدور 16 ونقدر ننافس بالاداء ده، ولا لازم زي ما حضرتك قلت تغيير طريقه اللعب، تصحيح الاخطاء، المستوى يكون افضل من كده عشان نقدر ننافس على البطوله؟ بص يعني، وهل هل فيتوريا يقدر يعمل كده في الوقت القصير اللي جاي؟ هو اهم حاجه زي ما قلنا ان هو لازم يعرف اخطائه وعيوبه ايه، ولازم طريقه اللعب تتغير، لان طريقه اللعب اللي بلعب بيها ما بكسبش بيها، ودخل فيها ست اهداف، فمعنى كده ان في عندي عيب في الطريقه وعندي عيب في اختيار بعض المراكز. ففي لعيبه ما بتلعبش لازم تلعب واتكلمنا عليهم، وفي لعيبه ما بتطلعش لازم ما تكون موجوده في الملعب طول ما هي بحالتهم البدنيه والفنيه. تمام. لكن انت عشان تنافس اتمنى، بس هي صعبه. انت خلينا نتكلم، اكلمك واقعيه بالمستوى ده، واقعيه، مش هكلمك بقى كلام احنا وخدنا وعملنا وسبع بطولات، بتكلم على المستوى دوت. الامور هتبقى صعبه جدا اذا استمر على نفس طريقه اللعب ونفس الشكل. لكن لو غيرت طريقه اللعب ممكن، لكن برضه خلي بالك انت هتقابل منتخبات قويه. ايوه. وانت النهارده احنا قلنا طلعنا النهارده يعني موزمبيق، قول حظ ابتسم للمصريين ومنتخب مصر ومنتخب مصر اللي احنا صعدنا. فلازم ايه نشوف اخطائنا ايه. لازم ما نكبرش، لازم نعترف. لا احنا النهارده لو مثلا موزمبيق ما جابتش جون في مثلا في غانا كانت الامور هتبقى صعبه. خلينا نتكلم بصراحه، يا هتبقى تاخد ثالث بقى، تخش ثالث بالتوالت وعندك ثلاث نقاط. لكن ربنا كرم، نبني على صعودنا بقى، نبني بالاصلاح من البدايه. طيب شايف ماتشات بكره ازاي بقى؟ المجموعه الثالثه والرابعه يعني لو مسكنا مباراه السنغال وغينيا، الاثنين صعدوا مش كده؟ السنغال، لا السنغال يعني ستة خلاص، ستة، وغينيا أربعة أعتقد، غينيا أربعة. يعني بس السنغال يعني صعد، بس هو عايز يصعد أول. فلازم بكرة يتعادل، يتعادل على الأقل عشان يبقى أول، هيبقى زي الراس الأخضر، يبقى سبع نقاط لو تعادل. طبعا السنغال فرقة محترمة، السنغال ستة وغينيا أربعة، وغينيا أربعة، وغينيا فرقة كويسة برضه. فيبقى ماتش، توقعك مين اللي يكسب؟ توقع السنغال. السنغال يكسب. السنغال يكسب. والجزائر وموريتانيا، لا لا سوري، الكاميرون وجامبيا. بص جنبي ما فيش رصيد من النقاط خالص. الكاميرون نقطة واحدة، نقطة واحدة. ومستواها تعادلوا مع غينيا وخسروا من مستواها البطولة دي مش جيد، بس الكفة تروح أكتر للكاميرون. يعني كاميرون ممكن يبقى أربع نقاط، يكسب يبقى أربع نقاط، ينتظر بقى توالت أو يشوف نتيجة المجموعة اللي لا لو الكاميرون كسب هيبقى أربعة، هيبقى أربعة. وغينيا تتغلب من السنغال يبقى كاميرون تصعد تاني. ممكن على حسب النتائج، ما احنا على حسب النتائج الماتشات بالظبط، ان كاميرون وغيني حتى تعادلوا مع بعض. في طبعا موريتانيا والجزائر، الجزائر نقطتين بقى المجموعه الرابعه، الجزائر نقطتين وموريتانيا، وموريتانيا بلا رصيد من النقاط، بس عاملين ماتشات كويسه. موريتانيا اتحسنوا واتطوروا بشكل كبير جدا، لكن طبعا الجزائر طبعا خبره، والجزائر لازم تكسب عشان تصعد، عشان تصعد يبقى خمس نقاط بالظبط، تبقى لو كسبت تبقى زينا بقينا خمس نقاط بالظبط. والجزائر منتخب كبير، فرقه كبيره، يعني صعودها بغداد بنجاح عامل شغل جامد جدا، يعني صعودها، صعود الجزائر لو صعدت ممكن توصل لادوار بعيده بعد كده، بس اهم حاجه ان شاء الله تصعد. واتمنى برضو صعود تونس. ايوه. يعني المغرب يعني خلاص، يعني تونس برضو مشكلتها، تونس مشكلتها عندها نقطة، جنوب افريقيا عندها نقطه واحده كمان، نقطه واحده برضو، لو كسبت تونس تخش تبقى اربع نقاط تخش. طيب في المجموعه الرابعه بقى، انجولا وبوركينا فاسو الاثنين عندهم اربع نقط، اللي هي مجموعه الجزائر وموريتانيا. بكره انجولا هتلاعب بوركينا فاسو، مين الاقرب للفوز؟ اعتقد النتيجه ممكن تعادل، لان بوركينا فاسو فرقه كويسه وانجولا فرقه كويسه، بس بوركينا اقوى. انا بقول لك، انا هقول لك، انا اتوقع التعادل. تعادل. التعادل، لان الفرقتين كويسين. لو تعادلوا هيبقوا خمسه، خمسه وخمسه، والجزائر كسبت موريتانيا يبقوا خمسه، يبقوا ثلاث خمسات. نشوف بقى ساعتها فرق الاهداف والمواجهات المباشره ما بينهم. لكن ممكن يبقى تعادل، يعني تعادل. الفرقتين كويسين، انجولا وبوركينا فاسو كويسين. تمام.
طيب عايز اخدك بقى قبل ما نختم كده جزء في الزمالك. طبعا حضرتك نجم نادي الزمالك ودايما يعني بنتابع نادي الزمالك، والكلام اليومين دول ان اداره الزمالك بتجيب مدير فني اجنبي بدلا من كابتن معتمد جمال، رايك ايه في الموضوع ده؟ هو بص، دايما نادي الزمالك يحتاج مدير فني اجنبي. يعني بيجي لك فتره كده ممكن تعتمد على كابتن معتمد، تجيبه كمؤقت، تجيب قبل كده مثلا كان خالد جلالجي فتره، هي اسامي كتير يعني. لكن دايما الانديه الكبيره يعني زمالك واهلي، اهلي زمالك، دايما المدير الفني الاجنبي بس ما يكون كفء. ايوه ما ده اللي انا بسأل، اجيب مدير فني جيد، مش اي حد، مش اي حد اجيبه، لان احنا برضو عندنا في مصر بنفهم كوره. فانا عايز مثلا مدير فني اجنبي بديله فلوس، لا جاي عايز يشوف فكرك في الملعب ايه، شغلك في هيطورنا الملعب ازاي، إيه؟ هيطورنا ازاي، هيطلع لعيبه صاعده ولا لا، هيطور الاداء ازاي. لكن مش هتيجي مثلا تاخد فلوس وتمشي وما عملتش حاجه. قبل كده ناس كتير في مصر، ما اتكلمش على الزمالك بس، كانوا دول المستوى وجم سواء في المنتخبات او في انديه وجم خدوا فلوسنا وما عملوش حاجه، ما عملوش حاجه. فعايز تجيب حد كويس، تجيب حد صح. لو ما جبتش حد كويس، استمرار كابتن معتمد جمال، استمرار كابتن معتمد جمال يستمر. بس خلي بالك يعني نادي الزمالك السنه دي احنا بنمر بظروف صعبه قوي. حته يعني الحمد لله ان فتره القيد خلاص انتهت يعني على وشك النهايه خلاص. وده حاجه تشكر طبعا، مجلس الاداره تعب فيها طبعا، بنشكرهم كلهم. الباقي بقى اللي انت تجيب لعيبه. ما انت لو جبت احسن مدرب في العالم، او سواء اجنبي او مصري، او حتى لو معتمد هو احسن مدرب مصري، ما عندكش لعيبه مش هتعمل حاجه. اللعيبه بتكمل شغل الجهاز الفني او شغل المدير الفني، والمدير الفني بيكمل شغل اللعيبه. فلازم الموضوع موضوع لعيبه. لازم احنا مش محتاجين مش اقل من 7-8 لعيبه في نادي الزمالك. ربنا يوفق طبعا النادي طبعا ان شاء الله. شكرا كابتن حماد، حبيبي يا كريم، استمتع مع حضرتك دايما ونستمتع بحضرتك دايما. حبيبي يا كريم، ربنا يوفقك. الله يخليك، اشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير كابتن حماد عبد اللطيف.